والسلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسلامة. وحان موعد تغيير البورش الكيين بسيارة عائلية أكبر 3 صفوف، ولكن بشروط أبيكم أنتم تساعدوني في اختيار سيارة العائلة القادمة. خلنا نطلع في هالحر ونتشمس شوي ندردش معكم ليش أبي أغير البورش الكيين. سيارة من 2013، سيارة العائلة، سافرنا رحنا ولفينا فيها دول الخليج، كل دول الخليج تقريبا ما عدا عمان. سيارة ولا أروع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن ما شاء الله صار عندي عائلة أكبر شوي، صار عندي 3 أطفال، صار عندي خدمتين وأم إبراهيم وأنا، صرنا 6 أشخاص، والسيارة هذه ما تكفي 6 أشخاص، كل شخص يحط السيت بلت أو حزام الأمان. الخيارات أنا حاط شروط أبيكم أنتم تساعدوني فعلا، وش السيارة اللي ممكن أنها تخدمنا في المرحلة القادمة. أول شيء طبعا الميزانية، راح تكون الميزانية تقريبا من 100,000 إلى 150-160,000 ريال سعودي، أو تقريبا من 8,000 دينار إلى تقريبا 12-13,000 دينار، تقريبا بالرينج هذا. السيارة ما راح تكون سيارة أساسية، السيارة هذه راح تظل مع أم إبراهيم تداوم فيها سيارتها الخاصة، وأنا عندي سيارتي الخاصة. اللهم أن السيارة هذه الجديدة راح تكون سيارة العائلة إذا بنروح زوارة، بنسافر فيها دبي، البحرين، مثلا السعودية، ومن الأشياء هذه ممكن في المستقبل أن يسوقها سواق، عشان كذا ما أحتاج أنها تكون غالية. ولكن في شيء مهم جدا ويمكن أهم شيء، السلامة والأمان والسيفتي. السيارة هذه تكون ماخذة أقل شيء 5 نجوم في اختبار حوادث الاصطدام، هذا شيء ما في نقاش. الإيرباجز تكون كاملة، حوادث الاصطدام خصوصا اللي يسمونها السمول أوفرلاب لا سمح الله من الجهة هذه، هذا أعنف حادث ممكن أن يصير على سيارة لا سمح الله، لأن هذه أضعف منطقة بالسيارة وهذه أقوى منطقة بالسيارة. فهذا دائما أبحث عن السمول أوفرلاب عشان تعرف إذا سيارتك فيها سيفتي وأمان بشكل كبير. شغلة أخرى لازم أن يكون فيها 3 seats أو 3 صفوف، ومهم جدا أن يكون السيت الخلفي يكفي 3 أطفال. طبعا أكيد في السيارات الخلفية غالبا بتكفي أطفال، مهم جدا أن يكون فيها تكييف في كامل السيارة، مهم جدا أن يكون الكراسي الأمامية تكون فيها تسخين تبريد، مهم جدا أن يكون شكل السيارة حلو مقبول، ما تكون قبيحة، تكون حلوة من جميع الزوايا، ومهم جدا أن يكون فيها سقف بانوراما، مهم أن يكون فيها USBs عشان الآيباد وهالأمور، مهم جدا أن يكون فيها تكنولوجيز، أنظمة مساعدة السائق وأنظمة السلامة وأنظمة منع الحوادث لا سمح الله، اللي هو الرادار الأمامي يمنع أنها تصطدم السيارة في السيارة اللي قدام، ومن هالأشياء البلايند سبوت، النقطة العمياء، الكاميرا 360 درجة، لأنه ممكن أنا أسوقها، ممكن العائلة يسوقونها، ممكن سواق يسوقها، فمهم جدا أنها تكون عليها أنظمة سلامة، ومهم جدا أنها تكون الرنجات شكلها حلو كبير، بس ما تكون البروفايل يكون صغير جدا، مثلا نقول 35، هذا راح يؤذينا في الحفر والمطبات. مهم جدا أنها تكون دفع رباعي، ما تكون دفع أمامي أو دفع خلفي بس، يعني ممكن أتقبل، مع أنه ما فيه، ممكن أتقبل جيب يكون دفع خلفي فقط، بس أنه يكون دفع أمامي هذه الصراحة ما هي حلوة. مهم جدا، هذه شغلة ممكن الكثير يغلط فيها، مهم جدا أنها تكون 3 صفوف ويكون فيه دبة خلفية ممكن أنها تشيل جناط أو شنطة كبيرة حقية سفر. فإذا عندك سيارة كبيرة 3 صفوف أكيد أنك بتسافر فيها، لما تجي تسافر تتفاجأ أنك تركب عيالك بالسيارة تتفاجأ أنه ما في دبة وراء. مهم جدا أنها تكون المراتب والكراسي جلد، لأن مع الأطفال تحتاج أنك تنظف الكراسي بشكل مستمر. مهم جدا أنه يكون الدخول للأطفال سهل، تكون الفتحة واسعة، مناديل من حقة المستشفى دار الشفاء، ومهم جدا أن الركوب وراء يكون سهل للأطفال، ما يكون صعب، لازم واحد كبير أو بالغ أنه هو اللي يفتح لهم الكرسي هذا ويركبهم وراء ويرجع الكرسي، لازم أنه يقدر يستخدمها طفل
خلنا نقول عمره 5 أو 6 سنين، ومهم جدا أنها تكون سيارة قوية. نتكلم على يعني تقريبا 300 حصان وان طالع، يعني أنا نازل من كيين 300 حصان، فما هي حلوة أني أنزل أقل من 300 حصان. مهم جدا أنها تكون السيارة قوية، ومهم جدا أنها تكون شكل جديد، لأن السيارة هذه راح تعيش معانا أقل شيء 5 إلى 7 سنين، فمهم أنها تكون شكل جديد، توا ينزل يا صار له سنة أو سنتين بالكثير. السؤال هو ليش حطيت ميزانية قليل وراكب بورش وسيارة الدوام بورش والثاني بنتلي وهذه كين؟ السيارة غالبا سيارة العائلة راح يركبون فيها أطفال، ما تبي أنك تزعج الأطفال، تقول لا توسخ لا تكسر لا تلعب لا تحوس لا الأمور هذه. في السيارات الغالية نتكلم على مثلا الإكس 7 البي ام دبليو الإكس 7، لو بتكلم على الجي ال اس الجديد المرسيدس 7 سيتس، لو تكلم على الديسكفري لاند روفر، لو تكلم على جيب الليكسس الإسكاليت، السيارات هذه غالية جدا راح تأذي الأطفال، خصوصا شخص زي يعشق السيارات فما تبغى أن أي شيء يخرب أو أنه ينكسر. سيارة بالسعر هذا من 100 إلى 150 160 ألف أو إلى تقريبا 12-13 ألف دينار راح تخلي الأطفال على راحتهم. طبعا كل واحد لازم يربط الحزام، هذه ما فيها نقاش، حتى الضيوف بيركبون عيال أخوه عيال أختي عيال العديلي ومن هالأمور، أنه يأخذوا راحتهم وما تشيل هم خدم لما ينزلون الأغراض من الدبة من وراء. سيارة عائلة ما عندك أي مشكلة أن يصير فيها أي شيء، وتقدر تصفطها في أي مكان ما تتأذى، زي اللي وريتكم إياها في المرة الماضية، تأذى من واحد زي هذه اللي يحك لك السيارة يفتح الباب. فتبغى سيارة تخلص أمورك فيها وما تشيل همها، ومهم جدا أكيد أنها تكون صيانتها معقولة جدا، ما تكون زي صيانة البورش الكين اللي مكلفة جدا. فبشكل عام هذه الأوبشنز أو المواصفات اللي أنا أحتاجكم أنتم متابعيني الخبراء، اللي صرتوا ما شاء الله صرتوا خبراء، أبيكم تساعدوني في خلال 2 شهر أني أشتري السيارة هذه. أتمنى تحطوا لي الكومنتس تحت وتفيدونا بإبداعاتكم، وإن شاء الله بشوف إذا قدرت فيما بعد خلال 2 شهر هذه أسوي محصلة وش السيارة اللي أخذت أكبر تصويت، وأشوف فعلا خطوة ثانية إذا هي فعلا ناسبتني وأجربها، وبإذن الله أشتريها. البراند ما يهم، أمريكي أوروبي كوري ياباني، الحلو في الموضوع أن السيارة هذه مثل ما أعطيتكم تكلفة امتلاك السيارة هذه على مدى السنين اللي كانت معنا من 2013 إلى اليوم، احنا نتكلم على ذو الحجة 2019 بالتفصيل، خلنا نقول اللي ما هو ممل بالتفصيل الممتع. فالسيارة القادمة إن شاء الله راح تكون معاي وراح أعطيكم صيانتها ومشاكلها وتكاليفها، يعني سنة بسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعطيكم العافية، ولا تنسون اشتراك سبسكرايب لايك، مشاركة الحلقة للناس اللي يعزون عليكم والناس اللي يدورون سيارة عائلية، فمان الله.